بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. لنا عودة على آخر هذه الآية، وهي قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قد قدمنا أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن قوما كانوا إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة يتشددون في أحكام الإحرام، فكانوا لا يستظلون تحت سقف ولا يدخلون من باب، وإذا أراد أحدهم أن يدخل بيتا فإنه لا يدخله من بابه، لأنه بزعمه يدخل من تحت سقف، فكانوا يتسورون الجدران ويأتون من ظهور البيوت ويظنون أن هذا من الدين وأنه من الشرع وأنه من أحكام الإحرام. الله أنكر عليهم ذلك فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. والبر معناه الطاعة، أي ليس من الطاعة لله ورسوله وليس من شرع الله سبحانه وتعالى صنيعكم هذا، لأنه تشدد وغلو ما أنزل الله به من سلطان. ثم قال جل وعلا: ولكن البر من اتقى. هذا هو البر، من أطاع الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه وتوسط بين الغلو والتشدد وبين التساهل والتسيب، هذا هو البر. والدين ولله الحمد دين يسر ودين سهولة، وليس فيه حرج وليس فيه تشدد، نهى الله عن ذلك. ولكن البر من اتقى، يعني اتقى الله سبحانه وتعالى وتقيد، تقيد بالشرع، تقيد بأوامر الله ونواهيه، ولم يزد على ذلك ويتشدد بأمور يظن أنها من الدين وهي ليست من الدين. الدين ليس فيه تشدد، الدين ليس فيه حرج، الدين دين حنيف، ملة إبراهيم: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هذا هو الدين. فالذي يريد البر ويريد الثواب عند الله جل وعلا يتمشى على شرع الله،
لا يتشدد ولا يتساهل، لأن كثيرا من الناس بين طرفي نقيض، إما متشددون غالون متنطعون، وإما متساهلون متحللون من الدين، ودين الله بين الغالي والجافي، هذا دين الله، بين الغلو وبين الجفاء. لا إفراط ولا تفريط، الإفراط هو الغلو والتفريط هو التساهل. لا، الدين وسط ولله الحمد، بين الغالي المتطرف وبين الجافي المتحلل من الدين، هذا هو دين الله. ولكن البر من اتقى، أي اتقى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه ولم يشدد على نفسه. ولهذا قال الله سبحانه لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم على الدين كما أمرت، أي كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة هي ملازمة أوامر الله سبحانه وتعالى، وليس الاستقامة أن تتشدد وأن تشق على نفسك، هذا ليس هو الاستقامة. الاستقامة أن تستقيم على أوامر الله، فاستقم كما أمرت. ثم أمر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن اتبعك ولا تطغوا. طغيان الزيادة، لا تزيدوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى تظنون أنكم تؤجرون على ذلك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. تاب إلى الله سبحانه وتعالى وآمن بالله ورسوله وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولا تطغوا، الطغيان هو الزيادة عن أوامر الله والتشدد في دين الله عز وجل، هذا هو الطغيان. حد لهم حدا، قال: كما أمرت، أي اتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين. وأما الطغيان والزيادة فليست من دين الله. ولهذا عاب الله على النصارى لما غلوا في دينهم، غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هم لا، هم يقولون: ما يكفي إننا نقول رسول الله، ولا يكفي أننا نقول المسيح عبد الله، بل المسيح ابن الله، المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله. أقوال النصارى في المسيح ثلاثة: منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، وهذا غلو والعياذ بالله. ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة،
لما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته أن الله قال له كن فيكون، فوجد بكلمة بدون أب، وجد بدون أب، وإنما وجد بالكلمة التي صدرت من الله وهي قوله جل وعلا كن، فكان عيسى عليه السلام. هذا معنى كلمة الله، أنه تكون بكلمة الله وليس له أب كسائر البشر. الله على كل شيء قدير، كما أنه خلق آدم بلا أب ولا أم، خلقه من تراب، فهو قادر على أن يخلق بشرا من غير أب، أن يخلق بشرا من أم بدون أب. ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. الذي قدر على أن يوجد بشرا من التراب من غير أب ولا أم، ألا يقدر على أن يوجد بشرا من أم بلا أب؟ بلى. حواء أم البشر خلقها الله من أب بلا أم، خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام وليس لها أم. فالبشر على ثلاثة أنواع، منهم من خلقه الله من أم وأب كسائر البشر، ومنهم من خلقه الله بلا أم ولا أب كآدم عليه السلام، ومنهم من خلقه الله من أب بلا أم كحواء، ومنهم من خلقه الله من أم بلا أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. الله على كل شيء قدير. ولهذا قال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. أنكر عليهم الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو والزيادة، فقد جاء ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فسألوا أزواجه فأخبرنهم بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، كأنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنونها أكثر مما أخبروا به. ثم اعتذروا وقالوا إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فهو ليس بحاجة إلى كثرة العبادة لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلم يغفر لنا فنحتاج إلى كثرة العبادة، ولا يتقيدون بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأعرفكم بالله، وإني أصلي وأنام، وإني أصوم وأفطر، وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن واحدا منهم قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أصلي ولا أنام، يعني صلي كل الليل، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء تعبدا، يظنون إن هذا عبادة،
فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالدين هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة. هذا هو: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله جل وعلا يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه، إلى الله جل وعلا على دينه، واستغفروه. لماذا قال استغفروه؟ لأن الإنسان يحصل منه تقصير، الاستقامة الكاملة لا يقدر عليها أحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. ما تستطيع أن تقوم بالدين كله. الدين متين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن استقم حسب استطاعتك، واستغفر الله عن التقصير. فإذا جمعت بين قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وبين قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، عرفت الحق، أن الإنسان يستقيم ولا يزيد ويطغى ويتنطع، وأن الإنسان لا يكمل نفسه ويقول: أنا استكملت الدين، وإنما يعتبر نفسه مقصرا فيستغفر الله من الخطأ، ويستغفر الله من التقصير. فإن الإنسان مهما عبد الله فإنه لا يقوم بكل حق الله عليه، ولا يقوم بالدين كله، ولكن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فهذا هو الصراط المستقيم، الاعتدال في العبادات من غير غلو وتشدد، ومن غير تساهل وتفريط، بل يكون الإنسان معتدلا، ويكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار يمحو التقصير، يكمل النقص. ولهذا قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شوف، قليلا من الليل ما يهجعون، يقومون الليل ثم بالأسحار يستغفرون. يستغفرون من أي شيء؟ يستغفرون من النقص. حتى وإن قاموا الليل أو قاموا من الليل فالنقص حاصل، فهم يستغفرون، يتبعون العمل بالاستغفار، يتبعون الطاعة بالاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروه، ولا يكملون أنفسهم ويعجبون بأعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق عبادة لربه عز وجل، ومع هذا يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. رسول يتوب إلى الله ويستغفر أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد، مع ما هو عليه من طاعة الله عز وجل
الإنسان لا يعجب بعمله ولا يتشدد في دين الله ولا يفرط ويتساهل، وإنما يجمع بين الخوف والرجاء، يجمع بين العمل الصالح والاستغفار، يجمع بين الطاعة والتوبة. هذا شأن المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات دعا عليهم بالهلاك. من هم المتنطعون؟ هم المتشددون، المتشددون الغالون في دين الله عز وجل. فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، هذا هو الدين الصحيح. ولهذا قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو البر، تقوى الله سبحانه وتعالى بحسب استطاعتك. فمن اتقى الله بحسب استطاعته فإن الله يغفر له ما قصر فيه. من اتقى الله بحسب استطاعته ومقدرته فإن الله يغفر له ما قصر فيه من حق الله عز وجل. لأن الإنسان عاجز، الإنسان ضعيف، ما يستطيع أن يقوم بحق الله سبحانه، ولا يستطيع أن يعمل بالدين كله ولا يترك منه شيء، ما يستطيع. لكن يأتي منه بقدر استطاعته، ويستغفر الله عن الشيء الذي لا يستطيعه والذي قصر فيه، استغفر الله ويكثر من الاستغفار. هذا سبيل المؤمنين المتقين. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. والمهم المداومة، المداومة على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله، أو أحب العمل إلى الله، أدومه وإن قل. كون الإنسان يداوم على العمل الصالح ولو كان قليلا فيه خير، أما كونه يجتهد في بعض الأحيان ويشتد في بعض الأحيان ثم يترك العمل، فهذا ليس هو الطريق الصحيح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من هو المنبت؟ المسافر. المسافر إذا أدلج على راحلته، إذا أدلج على راحلته وكلف راحلته بالسير فإنها تنقطع في أثناء الطريق، هذا هو المنبت. انقطعت راحلته لأنها كلت من كثرة السير عليها فانقطعت، فبقي في وسط الطريق. لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، راحلته كلت وتعبت والطريق باقي، قعد في. ولو أنه أخذ الطريق شيئا فشيئا، أخذ الطريق شيئا فشيئا ورفق براحلته لبلغته إلى مقصوده. هذا مثل للنفس، نفس الإنسان إذا أتعبها وكلفها انقطعت وتركت العمل، أما إذا أخذ العمل شيئا فشيئا بالتدريج والسهولة، قام من الليل وصام بعض الأيام وعمل بالطاعات شيئا في شيئا بحسب استطاعته، هذا أدوم له، وهذا يألفه ويستمر عليه. لكن إذا تشدد في الأول وأتعب نفسه ملت وانقطعت، وبالتالي يترك العمل. هذه نتيجة الإفراط، نتيجة الغلو والتشدد، أن الإنسان ينقطع ويترك العمل. أما إذا اعتدل الإنسان في العمل
فإنه يستمر ويعتاد هذا الشيء ويصل إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه من غير غلو ومن غير تقصير. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية للصراط المستقيم، وأن يثبتنا على الدين القويم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل من الغلو الإكثار من العبادات والنوافل المستحبة، وبخاصة لمن تدين حديثا، وما معنى قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الآية؟ الإكثار من الطاعة باعتدال طيب، إذا كان باعتدال من غير مشقة على النفس، الإكثار من العمل الصالح طيب، وليس هو من الغلو. والقليل إذا داومت عليه صار كثيرا، القليل إذا داومت عليه صار كثيرا. فالإكثار من العمل الصالح مطلوب، ولكن من دون غلو ومن دون تشدد، بل توزع أعمالك الصالحة على يومك وليلتك باعتدال، تجعل لليل عملا وللنهار عملا. وتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك يعني اللي يزورك من إخوانك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وزع وقتك على حسب أعمالك. الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق، حاجة إلى الاكتساب، فيجعل لطلب الرزق وقت، ويجعل للعبادة وقت، ويجعل للنوم والراحة وقت، ويجعل لأهله وقت، ويجعل لزواره اللي يزورونه يسلمون عليه يجعل لهم وقت. يوزع عمله توزيع معتدل، ما يأخذ الوقت كله في العبادة، أو يأخذ الوقت كله لطلب الرزق والتجارة، أو يأخذ الوقت كله بالنوم. لا، الإنسان يوزع وقته، يحط له برنامج، تعرفون البرنامج، يحط له برنامج يومي، وقت للصلاة، ووقت لتلاوة القرآن، ووقت لطلب العلم، ووقت لطلب الرزق والاكتساب، ووقت للنوم، ووقت للجلوس لأهلك ولزوارك. تعتدل في هذه الأمور، تعتدل في هذه الأمور. نعم، أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شوف، ما قال لا تبيعون ولا تشترون، بيعوا واشتروا، لكن إذا سمعتم المؤذن فأقبلوا على الصلاة وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، لا تجلسون بالمساجد وتعطلون أشغالكم. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني من الرزق، اجمعوا بين العبادة وطلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ديننا دين الخير ودين الوسط، ما هو دين التكلف. فاجعل لطلب الرزق وقتا، واجعل للعبادة وقتا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فدل على أنهم يبيعون ويشترون،
ويتاجرون، ولكن إذا جاء وقت الصلاة أقبلوا على الصلاة، فإذا انتهت الصلاة عادوا إلى بيعهم وشرائهم. فديننا دين الاعتدال ولله الحمد، لا إفراط ولا تفريط. نعم. وما معنى قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا؟ نعم، هؤلاء لما كتب الله عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فيه ناس لما كتب عليهم القتال استثقلوا القتال، ولو أنهم قبلوا، فالواجب على المسلم أنه يمتثل أوامر الله ولا يستثقل شيء من أوامر الله عز وجل كالقتال أو الصلاة، لا دعي للصلاة ما يتثاقل، أو دعي للجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذا أمر بمعروف فإنه يمتثل، إذا نهي عن منكر يمتثل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمسلم يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الخير، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا هو الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ، بالنسبة للذين يستمعون الدرس وهم في الطابق العلوي بالمكبرات الصوتية، هل يكون لهم الفضل الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ الحديث أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، هم في بيت من بيوت الله، الطابق العلوي والطابق الأرضي والسطح، كل هذا بيت من بيوت الله، فليستمعون الذكر سواء بالسطح أو بالدور العلوي أو بالدور الأرضي، كلهم في بيت من بيوت الله، وكلهم يستمعون للذكر، وكلهم يحصلون على هذا الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل أنا شخص عندي أخوات يدرسن في مدرسة مختلطة وأقوم بتوصيلهم، فما حكم الشرع في ذلك، علما بأنني إن تركتهم بدون توصيل سوف يذهبن في سيارات أجرة وهناك الاختلاط أشد، فما الواجب علي فعله في هذه الحالة؟ هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه هي الفتن، فلا يسلم من هذه الفتن إلا من سلمه الله عز وجل. فهذا الاختلاط في الدراسة هذا بلاء وفتنة، وهذا منكر ولا يجوز، حرام، لأنه مدعاة إلى فساد الأخلاق. فالواجب أن ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، يجعلون تدريس النساء منعزلا عن تدريس الرجال، يجعلون للبنات مدارس خاصة بهن ويجعلون للأولاد مدارس خاصة بهم، كما هو العمل ولله الحمد في هذه البلاد، وفقها الله وثبتها على الحق، جعلت لتعليم النساء جهازا مستقلا ومباني مستقلة، وجعلت لتدريس الذكور مجالا مستقلا، وجعلت مكانا مستقلا لهم،
ولا اختلاط ولله الحمد، وحصل الخير الكثير، حصل التعلم للذكور والإناث، ما هو من ضرورة التعلم الاختلاط، ما هو من الضرورة الاختلاط، بالإمكان فصل الجنسين بعضهم عن بعض، وإذا لم يمكن جعل تعليم النساء مستقلا فعلى الأقل يجعل للنساء قسم خلف الطلاب، ويجعل مستورا بستار، ومكبرات الصوت اليوم والبث التلفزيوني يقوم بالمهمة ويبلغ الجميع، فالأمور ميسرة، ولكن كثير من الناس لا يريدون الخير، يريدون خلط الذكور مع الإناث، يقصدون هذا الشيء لأجل الفتنة والعياذ بالله، ولكن من ابتلي بهذا الشيء فليتق الله. والدراسة التي فيها اختلاط ما هي ضرورية، ما هي ضرورية، لو ما تعلم البنت أحسن لها من أن تتعلم مختلطة مع الرجال، إن حصل التعلم بدون اختلاط فالحمد لله، وما حصل ما هو ضروري، علمها أمور الصلاة، علمها سور من القرآن، علمها شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، علمها أحكام الوضوء، وله ضروري أنها تروح تدرس مع الذكور. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في بناتهم، وإذا لم يكن هناك دراسة إلا مع الاختلاط أن يمنعوا بناتهم، أن يمنعوا بناتهم وأن يدرسوهن الشيء الضروري لأمور دينهن وأمور دنياهن أيضا، وهذا ممكن ومتيسر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أقود سيارتي وصدمت حرمة فماتت لأن السيارة ما كان فيها فرامل، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا واضح أنك قتلتها، لكن هذا القتل خطأ، هذا قتل الخطأ، الله جل وعلا يقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالواجب عليك شيئان: الشيء الأول الدية إذا طلبوها، والشيء الثاني الكفارة، وهذه بينك وبين الله، الدية حق لأولياء القتيلة، وأما الكفارة فهي حق لله سبحانه وتعالى، والكفارة عتق رقبة، عتق رقبة مملوك تعتقه من الرق تجعله حرا بعد أن كان مملوكا، هذا إذا أمكن، إذا ما أمكن ولا موجود الرق والعتق ما هو موجود، فإنك تصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وعلى إخواننا اللي يقودون السيارات عليهم أنهم يتأكدون من صلاحية السيارة قبل أن يحركها، هل فيها فرامل، هل فيها معداتها، هل فيها لوازم القيادة قبل يحركها، ما هو يحركها وما يدري عنها، هذا تفريط. كذلك عليهم عدم السرعة في السير، لأن السرعة سبب للحوادث، وعليهم أيضا إذا كانوا لا يحسنون القيادة أن لا يقودوا السيارات وهم لا يحسنون، يعرضون أنفسهم ويعرضون أنفس الناس للخطر. كذلك إذا كان الإنسان عنده نوم يحس بالنوم، لا يقود السيارة وهو يحس بالنوم، لا يقود السيارة إلا بعد أن تتكامل عنده المقدرة التامة على قيادة السيارة والضمانات التامة في آليات السيارة، لأنه يعرض نفسه ويعرض أنفس الناس إلى التلف والهلاك إذا لم يتأكد من هذه الأمور. نعم. يقول السائل: إذا لم يتيسر للرمل في الأشواط الثلاثة الأولى
من الطواف فهل علي شيء؟ الرمل سنة في طواف القدوم للحج وفي طواف العمرة. الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد للحج. وأما بقية أنواع الطواف مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع طواف التطوع هذه ليس فيها رمل. والرمل في طواف القدوم أو في طواف العمرة سنة إذا أمكن الحمد لله طيب وفيه أجر، وإذا لم يمكن فلا حرج عليك إذا تركته وطوافك صحيح وتام بإذن الله. نعم. وبالنسبة لكشف الذراع الأيمن هل في جميع الأشواط والسعي أم ماذا؟ وجزاكم الله خير. كذلك الاضطباع وهو كشف الكتف الأيمن هذا إنما يكون في طواف العمرة وطواف القدوم، ويكون في بداية الطواف، فإذا انتهى الطواف فإنك تستر الكتفين، تضفي الرداء على كتفيك وعلى صدرك وظهرك، فلا يشرع بداية الاضطباع إلا عند دخولك في المطاف لطواف القدوم أو طواف العمرة من بداية الطواف إلى نهايته. وأما السعي فليس فيه اضطباع، تطوف وأنت مشتمل بالرداء على كتفيك. بعض الناس يضطبع من يوم يحرم من الميقات وفي جميع، هذا غلط. الاضطباع إنما تعمله عند بداية الطواف وتنهيه في آخر شوط وتضفيه على كتفيك، هذا أجمل لك وأستر لك وأحسن وأرفق بك. نعم. يقول السائل هل يجوز طواف النافلة عن الغير؟ لم يرد به دليل عن الغير، إنما ورد الدليل الحج الكامل عن الغير أو العمرة الكاملة عن الغير، أما طواف فقط هذا لم يرد به دليل. لكن بعض الفقهاء يقول لا بأس به لأنه طاعة، فيقاس على إذا كان تجوز النيابة في الحج كله وفي العمرة كلها فتجوز النيابة في بعضها كالطواف، ولكن الصحيح إنه ما يطاف عن الغير طواف تطوع، إنما يحج عنه أو يعتمر. نعم. يقول السائل بعض الناس يدرس الفقه على مذهب معين، ما رأي سماحتكم في هذا؟ وانصحونا بالكتب التي يجب أن يدرس منها طالب العلم في التوحيد والفقه والسيرة والعقيدة بشيء من التفصيل، وجزاكم الله خيرا. لا بأس أن الإنسان يدرس الفقه على مذهب معين من المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي، لا بأس بذلك لأنها كلها مذاهب ولله الحمد صحيحة وسنية. وليس من لازم هذا إن كل ما فيها يكون صوابا، قد يكون فيها شيء من الخطأ، ونحن لا نأخذها على أنها قضية مسلمة، ندرسها الدراسة، ادرس ما يخالف ادرس، لكن عند العمل وعند الفتوى ما تفتي إلا بشيء يترجح بالدليل، ولا تعمل إلا بما ترجح بالدليل. أما الدراسة ادرس القول الراجح والقول المرجوح والقول الخطأ، كله ادرسه لأجل الاطلاع فقط، لأجل الاطلاع والمعرفة، لكن عند العمل ما تعمل إلا بالشيء الذي عليه دليل، ولا تفتي إذا سئلت إلا بما عليه دليل. نعم. يقول والكتب كثيرة ولله الحمد، وأنا قلت وكررت إن المهم هو بالكتب، المهم المدرس، فإذا وجدت مدرسا كفءا عالما محققا فمسألة الكتب ميسرة ولله الحمد،
المدرس هو الذي يعين لك الكتب التي تقرأها عليه، تدرسها عليه. أما مجرد كتب بدون مدرس فهذا لن يفيدك شيئا، وإنما قد يضيعك كثيرا وتتيه في مسائل الكتب ولا تعرف أين تذهب. لا بد من المدرس، كما أنك ما تمشي في البر إلا مع طريق واضح، أو إذا كنت ما تحسن لابد تسير مع دليل، مع إنسان خريت يدلك على الطريق. إذا كنت ما تعرف المساحة ولا تعرف البر ولا تعرف المفازات، ما تدخل في البر إلا بدليل وبخريت يدلك على الطريق. هذا هو العالم، هذا هو العالم الذي يدلك على طريق العلم. فاختر المدرس أولا، ثم بعد ذلك اختيار الكتاب. وأما الكتب بدون مدرسين فلا تستفيد منها شيئا كثيرا، بل قد تغلط وتخطي كثيرا. وكم حصل من الأخطاء من قوم اعتمدوا على الكتب ولم يدرسوا على العلماء، كم حصل منهم من الأخطاء في حق أنفسهم وفي حق المجتمع من الغلطات ومن الكلام غير الصحيح ومن الفتاوى المخالفة. كل هذا بسبب التعالم، طلب العلم من الأوراق ومن الكتب بدون مدرسين. إن وجدت مدرس تدرس عنده في مسجد أو في مجلس، أو انتظم في الدراسة، الدراسة النظامية فيها مقررات وفيها مدرسون في المعاهد العلمية، في الكليات الشريعة، كليات أصول الدين، كليات اللغة، كل هذه كليات ودراسة نظامية وفيها مقررات وكتب مختارة. إذا تيسر لك أحد أمرين، إما مدرس في المسجد أو في مجلس دراسة، أو في الدراسة النظامية. أما إنك تنفرد أنت وتقرأ لوحدك، أو تقرأ مع جماعة من جنسك ما عندهم معرفة، هذا هو عين الخطأ، وهذا هو عين الهلاك، وهذا هو عين الجهل. وكم حصل بسبب هذا من غلطات على الناس بسبب هؤلاء الذين تخرجوا على الكتب بدون مدرسين وبدون أدلة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. طبيب هو العالم الرباني، أما الكتب فيه مثل الأدوية، الأدوية ما يأخذها الجاهل ويتداوى بها، لازم يأخذها عن طريق من؟ عن طريق الطبيب. كذلك العلم ما يؤخذ من الكتب، الكتب مثل الصيدليات، لكن الطبيب، طبيب العلم هو العالم، العالم الرباني، وطبيب ذلك العالم الرباني. هذا هو. إذن لا بد من مدرس ولا بد من كتاب. أما بدون مدرس فلا تتعب نفسك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد أمامه ضريح لا يفصل بينه وبين المسجد إلا الباب ومبنى الضريح؟ وما حكم الصلاة في مسجد اسمه باسم صاحب هذا الضريح؟ المسجد المبني على ضريح لا يصلى فيه، لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. لعن وهو في السياق في النزع الأخير للموت، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. فالمسجد المبني على ضريح لا تصلي فيه ولا تصح الصلاة فيه، لأنه ليس مسجدا وإنما هو مشهد،
مشهد ضريح لا تصلي. أما إذا كان القبر بعيدا عن المسجد ومنفصلا عن المسجد بينهم أرض أو بينهم شوارع فلا بأس. أما إذا كان القبر في المسجد أو متصلا بالمسجد فحذاري حذاري إنك تصلي فيه، لأن الرسول حذرك من هذا، قال لا تتخذوا القبور مساجد. هذا تحذير من الرسول، ما هم مننا، من الرسول يقول لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قال ذلك وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. فابتعدوا عن المساجد المبنية على القبور، وادعوا إلى الله، بينوا إن هالمساجد إنها وثنيات وليست صحيحة، وأن الرسول حذر منها ونهى الأمة عنها. هذا هو الواجب، الواجب أن يدفن الأموات في المقابر، ما يدفنون في المساجد. هذا هو الواجب على المسلمين، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدفن أصحابه بالبقيع، ما كان يدفنهم في المساجد، وهم صحابة أفضل الأمة، ما كان يدفنهم في المساجد، كان يدفنهم في البقيع في المقبرة. هذا سنة الإسلام، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أخت من أمي وهي تختلق المشاكل بين إخوتها من أمها ومن أبيها، فهل مقاطعتها تعد من قطيعة الرحم؟ إيش؟ لي أخت من أمي وهي تختلق المشاكل بين إخوتها من أمها وإخوتها من أبيها، فهل مقاطعتها تعد من قطيعة الرحم؟ وما هو العمل في هذا الحال؟ لا تقاطع، لكن تنصح، عليكم بنصيحتها عن هذه الأخلاق السيئة، وصلوها. صلة الرحم حق، الرحم له حق، جعله الله بعد حق الوالدين، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، جعله الحق الثالث من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية. فإذا كانت تسيء، إذا كان القريب يسيء، فلا يسقط حقه عنك، ولكن تناصحه عن الإساءة وتعظه عن الإساءة، وإن لم يمتثل فأدي ما عليك، وهو عليه ما حمل، هو عليه ما حمل، وأنت عليك ما حملت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب كنت في غفلة كبيرة عن الله من شرب للخمور وتعاطي المخدرات وغيرهما من المحرمات، والآن الحمد لله تبت إلى الله وأقلعت عن هذه المحرمات، إلا أني مبتلى بمعصية، وكلما أعاهد الله وأندم وأبكي فأصبر عليها أحيانا 3 أشهر وأحيانا أقل من ذلك فأعود إليها، هذا وأنا ملتزم وأقوم الليل وأصوم النهار وأحب المساكين وأبكي من خشية الله وأحب العلماء والصالحين وآمر أهلي بالصلاة والأعمال الصالحة والحمد لله، إلا أني مبتلى بهذه المعصية الخبيثة التي مزقتني. فيا سماحة الشيخ، ما هي نصيحتكم؟ والله إني أخاف أن يختم لي بسوء، وأطلب منك ومن له دعوة مستجابة أن يدعو الله أن يعافيني منها. الحمد لله الذي وفقك للتوبة والندم، وعليك بالعزم الصادق والاستعانة بالله، وأكثر من الدعاء أن الله يعينك على ترك هذه المحرمات، والله جل وعلا يعينك، الله قريب مجيب. ثم عليك بالابتعاد عن قرناء السوء، ربما إنك تجالس أو تمشي مع قرناء سوء فاسدين، ابتعد عنهم واجلس وصاحب أهل الخير، واحضر مجالس الذكر، وسيعينك الله سبحانه وتعالى على ترك هذه الأمور. ولا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالواجب عليك الإكثار من التوبة
والإكثار من الاستغفار وملازمة طاعة الله والمحافظة على فرائض الله، وعليك بمجالسة الصالحين، وعليك بالإكثار من تلاوة القرآن والاستماع إلى دروس العلمية وحضور مجالس الذكر، وتوفق إن شاء الله تعالى، لأن هذه أسباب النجاة بإذن الله. نعم. يقول السائل: من صلى مع الإمام الأول هل تكتب له قيام ليلة أم لا بد أن يكمل مع الإمام الثاني؟ المقصود إكمال التراويح سواء نعم. بإمام واحد أو بعشرة أئمة أو بإمامين، إكمال التراويح، ما دامت التراويح تقام فأنت تصلي مع الناس ولا تنصرف إلا إذا انتهت التراويح، هذا هو المطلوب، وهذا هو القيام مع الإمام حتى ينصرف. ولو كانت التراويح يصليها عدة أئمة فهي صلاة واحدة، تراويح واحدة ولو تعددت الأئمة. نعم. أما إنك تصلي مع الأول وتنصرف، أنت لم تستكمل القيام مع الإمام ولم تستكمل التراويح. نعم. يقول السائل: في بلدنا تعلم القرآن يكون على طريقة التلاوة الجماعية، أي أن المعلم يفرض على التلميذ أن يتلو معه القرآن بحجة المراجعة، فما حكم هذه القراءة مع العلم أن التعلم بغير هذه الطريقة غير ممكن؟ لا بأس، القراءة الجماعية للتعلم لا بأس، أما القراءة الجماعية للتلاوة هذه هي اللي ما تجوز، قراءة للتلاوة ما تجوز جماعية، كل يقرأ لنفسه، أما القراءة الجماعية للتعلم لأن المدرس يشق عليه أنه يدرس كل واحد على حدة، يدرس المجموعة يلقنهم الآية وينطقون بها جماعة، لا بأس بهذا، لأن هذا مما يسهل على المدرس تعليم الطلبة، وهذا تعاون على تعلم القرآن. نعم. يقول السائل: يوجد عندنا في فرنسا اختلافات كثيرة بالنسبة للصيام، فمنهم من يصوم على توقيت المملكة، ومنهم على الجزائر، ومنهم على المغرب، فكيف نفعل، وخاصة أنه يتعذر في فرنسا رؤية الهلال لأن أمطار وغيوم؟ إذا كان إن عندكم مركز إسلامي في فرنسا فإن المركز يجتهد، المركز القائمين على المركز يجتهدون في معرفة بداية الصيام، فتصومون معهم مع المركز، إذا أعلنوا الصيام وصام المسلمون في فرنسا تصومون معهم. أما إذا كان ما في مركز، إذا كان ما في مركز تصومون على أوثق دولة، على أوثق دولة، الدولة التي تصوم على الهلال ما هي على الحساب الفلكي، الدولة التي تصوم على رؤية الهلال صوموا معها، أما اللي تصوم على الحساب الفلكي فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام عند رؤية الهلال والإفطار عند رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما، فالذي يعمل بهذا هذا هو الذي على الصواب، أما الذي يعمل بالحساب الفلكي هذا غلط غير صواب. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقوم بعمرة لزوجته وهي على قيد الحياة وبصحة جيدة؟ هل يجوز للرجل أن يقوم بعمرة لزوجته وهي على قيد الحياة وبصحة جيدة؟ لا، ما تجوز النيابة عن القوي الذي يقدر على المجيء والحج والعمرة بنفسه، لا تجوز النيابة، إنما تجوز النيابة عن الميت، عن الميت أو عن العاجز عجزا مستمرا ولا يستطيع يحضر ولا يتوقع أنه يستطيع، هذا تجوز النيابة عنه، أما الإنسان القادر والقوي في بدنه المعافى فهذا لا تجوز النيابة عنه، يحضره ويؤدي النسك. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ نعم، معناه أن الذي يجري على اللسان من غير قصد
مثل قول ولا والله وبلا والله ولا يقصد اليمين، هذا لغو، هذا لغو اليمين، ليس فيه كفارة ولا مؤاخذة من الله. أما اليمين التي يعقدها الإنسان وينويها بقلبه، هذه هي التي يتعلق بها الحكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا نواها بقلبه وتلفظ بها بلسانه انعقدت، وإذا جرت على لسانه ولم ينوها بقلبه لم تنعقد بل تكون لغوا. نعم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس في ساحة الحرم يشربون الدخان ويؤذون الناس، فما نصيحتكم؟ أن يتقوا الله وأن يتركوا شرب الدخان، لأنهم يضرون أنفسهم أولا، يضرون أنفسهم، لأن الدخان ضار لا فائدة فيه، ضرر محض. والأطباء حتى الكفار يحذرون من الدخان، والعاقل يدرك هذا ولو لم يسمع كلام الناس، يدرك هذا من نفسه. الدخان خانق، الدخان مضر، الدخان يظهر أثره على جسم المدخن بالشحوب والاصفرار وكراهة الرائحة وغير ذلك. الناس يكرهون المدخن، الناس يكرهون المدخن لأنه شاذ عنهم وعن طبيعتهم ومنتن الرائحة. فعلى المسلم أن يتقي الله ويترك هذه العادة السيئة ويتوب إلى الله عز وجل، ولا تأخذه العزة بالإثم، أو يأخذه التقليد الأعمى، أو تأخذه العادات السيئة. عليه أنه يفكر ويتعقل لنفسه ويترك هذه المادة الخبيثة. وشرب الدخان منكر بلا شك، والواجب النصيحة